نعم أحمد، يعني بعد 101 من هذه الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، لا زال الوضع الطبي والصحي على حاله، خاصة في المناطق الشمالية من وادي غزة، حيث المستشفيات تعاني يعني نقصا كبيرا فيما يتعلق بالأدوية والمستهلكات والمستلزمات الطبية، وأيضا من مادة الوقود التي هي ضرورية لتشغيل المولدات الرئيسية في المستشفيات العاملة في المناطق الشمالية من قطاع غزة، وتحديدا مستشفى الشفاء الذي يعتبر المستشفى المركزي وأكبر المستشفيات هنا في قطاع غزة، وأيضا مستشفيات كمال عدوان والعودة والأندونيسي، وأيضا مستشفى المعمداني. كل هذه المستشفيات هي تعاني الأمرين، لكنها أيضا بداخلها العشرات بل المئات من الجرحى والمصابين الذين يعانون والذين هم بحاجة إلى رعاية طبية مناسبة في ظل يعني شبه انعدام وصول المساعدات الطبية للمستشفيات هنا في المناطق الشمالية تحديدا من قطاع غزة. لكن فيما يتعلق بالأوضاع الميدانية أحمد، نبدأ أولا من المناطق الشمالية وتحديدا من بلدة جبالية إلى الشمال من القطاع. الطائرات الحربية الإسرائيلية قبل دقائق من الآن قصفت منزلا يعود لعائلة المزنر، ما أدى إلى سقوط ضحية على الأقل وإصابة عدد آخر من المواطنين. أما هنا في مدينة غزة، الطيران الحربي الإسرائيلي قصف منزلا يعود لعائلة المواطن حربي الحداد، ما أدى إلى سقوطه ضحية، هو وأفراد عائلته كلها، ولم ينجو منهم إلا مواطنة وهي شهد حربي الحداد، وهي ترقد حاليا في مستشفى الشفاء إلى الغرب من مدينة غزة. الجيش الإسرائيلي قصف هذا المنزل المأهول بالسكان على رؤوس ساكنيه دون سابق إنذار، وهذا المنزل يقع في حي الزيتون وتقريبا بالقرب من كنيسة دير اللاتين في المنطقة الشرقية من مدينة غزة. أما في مخيم المغازي أحمد، فالطائرات الحربية الإسرائيلية تواصل غاراتها المكثفة والعنيفة ضد هذا المخيم والمخيمات المجاورة البريج والنصيرات، وأيضا مخيم دير البلح منذ ساعات صباح هذا اليوم. هذا يترافق أيضا مع قصف من المدفعية الإسرائيلية، والتي أيضا أدت إلى كل ذلك إلى سقوط عدد من الضحايا والمصابين في صفوف الفلسطينيين. أما في المناطق الجنوبية وتحديدا في مدينة خان يونس وتحديدا المنطقة الشرقية كحي المنارة وقزان النجار، هاتين المنطقتين تعرضتا أيضا لعدد من الغارات من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، وأيضا قصف من المدفعية الإسرائيلية، وأدى ذلك إلى سقوط على الأقل 10 من الضحايا. أما في أقصى جنوب قطاع غزة وتحديدا في مدينة رفح، هذه المدينة التي تعرضت المنطقة الغربية منها، على الأقل قصف أحد المنازل وأدى ذلك إلى سقوط 2 من الضحايا. كل ذلك يأتي في ظل أوضاع إنسانية يعيشها النازحون، خاصة في مدينة رفح المكتظة والتي لا تتسع للأعداد الكبيرة من النازحين، والذين يفوق عددهم 1,300,000 نسمة.